خليني بطريقك امشي مولاي، ولك كل عام يا المذبوح مشاي. اريد امشي بدرب ما بي ابد نار، بس نار الطبخ وتخدر الشاي. اعوف ذنوبي كلها، اعوف ذنوبي كلها من اطلع هناك، واجيك بقلب صافي وروحي وياي. ابي عن الك وجهي هو والماي، ودريبك يا ابو السجاد شراي. نسوان وزلم صغار وكبار من كل صوب يا مولاي لك جاي. نتعنى الك ونواسي آل البيت، نزحف لك زحف لو نمشي حفاي. انت الراي كله، انت الراي كله ومطلب العشاق، وغيرك لا ابد ما عدنا كل راي. من نوصل حضرتك نلقى عباس، من نوصل حضرتك نلقى عباس. يرحب يا هلا بالزاير هواي، يتلقى ليزور بلاية شفين، يتلقى ليزور بلاية شفين. نذرهن للأخو تشيلنا وفاي، يوصل أكبر يسجلها الأسماء، ويقول الحبيب احسبهم وياي. بالك لا يفوتك زاير اليوم، بالك لا يفوتك زاير اليوم. فاز ويانا كل من معتني وجاي، فاز ويانا كل من معتني وجاي. على كل لطمة كل صرخة كل دمعة أظل ممنونك، أظل ممنونك. على كل مجلس تلقاني بينعة أظل ممنونك، أظل ممنونك. على توفيقي بآهاتي ويا البضعة أظل ممنونك، أظل ممنونك. على رزق دموع التجري بكل جمعة أظل ممنونك، أظل ممنونك. صاحب فضيل لنك ترويني. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا قمر بن هاشم. السلام على الحوراء زينب. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، وأهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الحية والمباشرة التي تأتيكم من مدينة الزائري الإمام الحسين عليه السلام على الطريق الرابط بين محافظة بابل وصولا إلى كربلاء. هذه المدينة تبعد عن مدينة عن مرقد الإمام الحسين عليه السلام حوالي 5 كيلومتر. طبعا يقصدها الزائرين من جميع محافظات العراق، من البصرة، من محافظة ذي قار، من السماوة، من الديوانية، من بابل وصولا إلى مدينة كربلاء. الجميع يسير على هذا الطريق، هذا الطريق طريق يا حسين الرابط بين محافظة بابل إلى كربلاء. نحن نتواجد في مدينة الإمام الحسين عليه السلام للزائرين. طبعا لا زالت جموع الزائرين تسير إلى كربلاء، تتوافد إلى قبلة الأحرار، إلى مقصد العاشقين، إلى معشوقهم الإمام الحسين عليه السلام. نعم أحبة المشاهدين، لازلنا وإياكم نرافق هذه المسيرة المليونية، مسيرة العشق الحسيني المتجهة إلى كربلاء عبر جميع المحاور، عبر جميع المحاور. وكذلك نوثق لكم من خلال قناة كربلاء الفضائية جميع زائري الإمام الحسين عليه السلام المتجهين إلى كربلاء، من محور نجف كربلاء، ومن محور بابل كربلاء، ومن محور محافظة بغداد وصولا إلى كربلاء، وكذلك محور ديالة كربلاء، ومحور عين التمر كربلاء. جميع هذه الصور التي تشاهدونها هي لزائري الإمام الحسين عليه السلام المتجهين إلى كربلاء. نعم أحبة المشاهدين، ابقوا يانا ناخذ أحد الزائرين الكرام. زائرنا تفضل. السلام عليكم، أعظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى 40 الإمام الحسين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زائرنا من وين جاي؟ من الشامية. من الشامية، شلون شفت الطريق؟ شلون شفت الأجواء؟ شلون شفت المواكب؟ نعمة، جنة الدنيا والآخرة، نعمة لا تتعوض. الحسين مدرسة لجميع الأحرار العالم، لجميع الناس بالعالم. الحسين من يأتي إليه يكون شخص حرا بمعنى الكلمة، كما الله خلقه الإنسان حر بتمام معنى الكلمة. فالحسين اللي يأتي إليه يتعلم درس الحرية من الحسين، ومن هذا الطريق وهو مدرسة، مدرسة عظيمة لا تتعوض.
مدرسة لجميع الشباب، مدرسة لجميع الناس، مدرسة لجميع العالم. الحسين، الحسين أبا عبد الله الحسين. نعم حاج، أثناء مسيرك ووصولك إلى يعني إن شاء الله وصلت إلى كربلاء، شنو الأجواء اللي شفتها بالطريق؟ شفت يعني هل هناك يعني الشباب هو يعني يعني الشباب هم يعني مؤدين للصلاة، وقت الصلاة، أداء الفريضة، شلون شفت هذه الأجواء؟ نعم، الشباب جواهر، الشباب ذهب، الشباب يتعلمون من هذه المدرسة. عندما يأتون إلى سيدهم ولاي أبا عبد الله الحسين يكونون مهذبين ويرجعون إلى مدى الحياة، هم ماخذين الدرس والعبرة من هذا الطريق، طريق أبو الأحرار، طريق أبو الثوار، طريق الحسين أبا عبد الله. تجد الكبير يقدم الخدمة، الصغير يقدم الخدمة، والله والله طفل أصغر من أقل من 5 سنوات يجي يركض، يجيب لي المعي، يجيب لي الأكل، يجيب لي الشراب. حجي شنو المحتاجة؟ شنو اللي تريده؟ هذا هو الحسين، هذا هو الحسين. حجي صار لك كم يوم تمشي؟ من يوم 14 طلع. يعني صار لك تقريبا 3 أيام إلى 4 أيام تمشي؟ نعم أي نعم، 4 أيام كلها خدمات وكلها خير ونعمة ودرس عظيم لا يتعوض أبدا، أبدا لا يتعوض. شكرا جزيلا، موفقين إن شاء الله. الله يخليكم، الله يحفظكم، الله يرعاكم. نعم أحبتي المشاهدين، ما زلنا متواصلين وإياكم في هذه اللقطات، ولكن إلى هذا الوقت انتهى وقت بثنا لهذا اليوم. ننتقل وإياكم بالصوت والصورة إلى حرم الإمام الحسين عليه السلام.